نهود فخوذ سيقان بياض نعومه، ما في ما في كريمات ولا نيفيا ولا وازلين، ما في اي شيء. تدفق أنثوي سينهال عليك من كل حدب وصوب لدرجة لا يتصورها العقل ولن يتحملها قلبك، ولسنا أي نساء بل هن صاحبات الجمال المطلق كما يصفهن رجال دين، هن الحريات الحلم الأسطوري لجذب الرجال، والأهم من كمالهن عددهن. لنبدأ العد والحسابات. لكل مسلم في الجنة حوريتين، هذا أقل شيء. كل حورية لها 70 وصيفة معها، الحرية حلالك والوصيفة حلالك. وبالتأكيد ستحظى بزوجتك أيضا التي سترافقها 70 حرية، ومع كل حرية منهن 70 وصيفة. أزوج في الدنيا بزوجة، فعندك واحدة زوجة، زوجتك اللي في الدنيا، ثم 70 حرية معها حلالك، ثم مع كل حرية 70 وصيفة، أصبح كم عندك من امرأة؟ هذا أقل واحد. ولمعرفة العدد الإجمالي، إذا كنت متزوجاً 4 في الدنيا فلا بد من أن تجري عملية حسابية، وربما احتجت إلى نمط غذائي بمعايير غذاء الجنة. 4 زوجات ضرب 70 حورية يساوي 280 حورية. 280 حورية ضرب 70 وصيفة يساوي 19,600 حورية. تخيلوا أنتم الباقي. وهذا ليس كل شيء. كيف إذا قدمت لك الحورية كأس الخمر؟ أي خمر الدعوة مين بلاش؟ أبكاره، كلما أقبل الرجل في الجنة على امرأته في الفراش وجدها بكرا في كل مرة. وبعض رجال الدين بشروا النساء أيضا. واللي مش هتتجوز في الدنيا ممكن تتزوج في الجنة؟ اتبسط واطمني ما تخافيش. أنا هتكلم لأخت الفاضلة التقية النقية المؤمنة الموحدة اللي صامت وقامت وتعبت، وعاوز أبشرها وهقول لها: أبشري أيتها التقية النقية، أبشري، فإن حسنك وجمالك في الجنة لا يقل عن حسن وجمال الحور العين. أهم ما في الجنة إذن بحسب ما يحاول أن يروجه هؤلاء ويعدون به الرجال النساء. ومن وضعت خدها بخدك، ومن وضعت صدرها بصدرك، والباقيات صدرنا الدور. تترك هذه وتروح للثانية، أعانك الله، تجلس وياها حول 70 سنة شوي تناديك الثالثة، تترك هذه تروح عند هذه، وهكذا كل 70 تغير. ومن هنا يمكن الانطلاق لفهم ظاهرة الانتحاريين وأعمارهم.